السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة الغية، معاكم أخوكم عماد حمدي. كان في سؤال كنت مستنيه من زمان حد يسأله، لأن أنا كنت عايز أوضحه بس لازم حد يسأله، مش عايز أنا أبدأ بيه، والحمد لله أخيرا اتسألته أهو. بيقول لك أنت ليه مسمي القناة الغية بالرغم أنك بتربي في بلكونة؟ طبعا والراجل كاتب أن في إحراج، كلام مفيش إحراج، كلام عادي. كلام إيه؟ أنا عملت موقع الغية، موقع الغية كويس، وما كانش في دماغي حكاية قناة ولا أي حاجة. تعالوا الأول نشوف موقع الغية وبعد كده أكمل لكم الحكاية. طبعا زي ما أنتوا شايفين موقع الغية موقع مختص بالحمام، بتربية الحمام. زي ما أنتوا شايفين القوائم بتاعته، طبعا الحمام الزاجل والحمام الغزار والحمام الشوامة والمراسلة وفنيات الغاوي الناجح، اللي هو يعني نصايح وكل حاجة عن غذاء الحمام وعن العلاجات. طبعا دي القوائم زي ما احنا متفقين، دي اول حاجة الحمام الزاجل، فيها طبعا كل حاجة عن الحمام الزاجل. طبعا تاني قائمة زي ما انتم شايفين الحمام الغزار، دي بتتكلم عن مواصفات الحمام الغزار بكل انواعه. في طبعا حمام الشوامة والمراسلة والزينة وفي طبعا نش البلكونة، في كل حاجة. كل انواع حمام الزينه تلاقي ان شاء الله تقلبها في موقع الغية. طبعا زي ما قلنا فنيات الغاوي الناجح، دي قايمه هتلاقي فيها كل علاجات الحمام وفوائد الحاجه للحمام، الكرفس، اللب، اي حاجه. وطبعا اجهزه الحمام في جسمه، الجهاز التنفسي والهضمي والهيكل العظمي، كل ده مشروح بحيث ان الواحد يفهم الحمام بشكل صحيح. زي ما قلت لكم شغل الموقع له نظام، يعني انت بتعمل موقع، بتعمل له صفحه على الفيس، بتعمل له قناه على اليوتيوب، بتعمل له حساب على تويتر، كل الايه، كل الكلام دوت. فانا لما عملت موقع ما كانش في دماغي اعمل القناه، جيت بعد كده عملت القناه عشان تبقى تابعه للموقع، فلازم تبقى باسم الموقع اللي هي الغيه، ملهاش دعوه انا بربي في ايه. وساعتها الفكره ان انا ما كنتش هطلع زي كده اتكلم او اوريكم الحمام او اقول لك انا بعمل حمام، كانت الفكره كلها في فيديوهات التقليب او المواصفات اللي انتوا عارفينها اللي انا بعملها. يعني انا ما كنتش هطلع بهيئتي خالص، يعني مع الوقت بيحصل تطور فطلعت. فطبعا لو القناه ملهاش داعي ارتباط بالموقع كنت اسمي باسمي عماد حمدي وخلاص، زي ما اي حد بيسمي القناه باسمه. لكن هي اللي ارتباطها بالموقع فكان لازم تبقى نفس الاسم اللي هي الغية، يبقى الموقع والقناة وصفحة الفيس والكلام ده كله. طبعا انا حبيت اوضحها في فيديو لان في كتير بيسألها وما بيقولهاش، فهو الاخ اللي سألها دوت فتح الباب، فانا عشان كده حبيت الكل يبقى عارف النقطة ديت وان هي ما فيهاش احراج، ما فيهاش اي حاجة، عادي يعني المسألة بسيطة وسهلة، يعني ملهاش دعوة بحكاية ان انا بربي فين او اي حاجة. هي القناة مش ان هي عليا، القناة كانت على الموقع، لكن مع التطور فانا طلعت عشان يعني افيد الناس في سواء معلومه عارفها او حاجه او تجارب، لان التشارك والتجارب ده اهم حاجه، هو اللي بيبني المعرفه. فتحياتي لكم جميعا من قناه الغيه، اخوكم عماد حمدي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.